زي بندول الساعة شاب الدكتور جاسم سلطان حركة الحضارة بين الشرق والغرب. ابتدت في الشرق بالحضارة الفرعونية وحضارة ما بين النهرين والحضارة الفارسية، وبعدين اتنقلت للحضارة الرومانية والإغريقية في الغرب، وبعدها رجعت للشرق تاني على إيد المسلمين، واستقرت لفترة طويلة جدا في أشكال وأطوار وألوان مختلفة، وحاليا بتاخد لفتها تاني في الغرب، ويمكن في يوم من الأيام نحضر ونشوفها راجعة تاني للشرق. وجزء ولو بسيط علشان نتصور هترجع تاني ازاي هو إننا نعرف هي راحت أصلا ازاي. الكتاب اللي هنغطس فيه دلوقتي هو بيبص على آخر مرة لمح فيها أهل المنطقة بتاعت الشرق دي بندول الساعة من ظهره وهو ماشي ورايح خلاص على الغرب. ليه شايفين الكتاب ده مهم؟ الحقيقة لأننا تعودنا على لطنياتنا الشرقية الجميلة ومامي شرق دودو والبكاء على الأطلال، والقصة من وجهة نظرنا إحنا المظلومين المغدورين المساكين المخدوعين اللي اتضحك علينا علشان قلبنا الطيب ونيتنا الصافية. لكن الكتاب ده بيحكي الحكاية من ناحية اللي بيستقبله البندول، بيحكي من عند الطرف التاني، وبيحكي في أغلب الأوقات من جوه المطبخ، يعني المراسلات والتقارير والشهادات والمذكرات بتاعت صانعي الاحداث نفسهم من الغرب. الحاجه الثانيه في الكتاب انه بيحاول يربط الحاجات اللي كانت بتحصل هنا عندنا والحاجات اللي كانت بتحصل هناك في نفس الوقت، فبيوريك صوره كامله ممكن توضح الاسباب الحقيقيه للقرارات اللي اتخذت والتحركات اللي حصلت والتحالفات اللي تمت عندنا هنا كصدى للي بيحصل عندهم هناك، بعيدا بقى عن وهم المؤامره الكونيه على شعوبنا الجميله الاموره البريئه اللي احنا عارفينها دي. واول نظريه ممكن تكون صادمه للبعض،